محمد اجر حضرتك في موقف في المباراه انا احب احط الضوء عليه. انت عودتنا طبعا ان الوز عوام الاخلاق والادب والامانه بامانه، يعني انا بتكلم كل ده بصدق لان انا عشرتك وعشرت كابتن اشرف توفيق، فانتوا تتميزوا بالصدق والامانه. الحقيقه المباراه شغاله في فرق بونت لسموح، يعني الحكام غلطوا ببونت لسموح، محدش خد باله في الملعب غير يمكن انت وكابتن سيد صابر رئيس الجهاز، وحضرتك توجهت لترابيزه التحكيم قلت لهم يا جماعه سموحه ليها بونت. كلمنا عن الموقف ده كده. لا هو هم عملوا ران علينا طلعوا 11 بونت في الكوارتر الثالث، وال11 بونت دي كان من خلالها شوطه لحد طويل قامه، تمام، الشوطه بتاعته باربعه باربعه مش بثلاثه بالظبط. فهم اول ما طلعوا 11 الوقت ده كان فيه يعني احنا بنسكوره، هم يعني بدانا نسكور كمان بعد ال11 فالسكور كان كتير كان. فعوضنا وصلنا على الساعه لسبعه لسبعه بونت من 11 لسبعه. فهم وقفوا الملعب فقالوا يا جماعه في غلط في السكور، هم اللي وقفوه، هم وقفوا الملعب قالوا غلط في غلط في السكور. الترابيزه الحكام بالتسجيل عندها الدنيا صح تمام 100%، يعني جابوا كل راجعوا كل السكور بالارقام بكل حاجه تمام. فانا لفيت لكابتن اسامه النمري كان ساعتها اللي قاعد، وكابتن فؤاد الاداري بتاعنا كان بيحسب السكور، فسالته فاملي وقعدنا نراجع سوا، ورحنا لترابيزه الحكام فبرضه رجعنا مع ترابيزه الحكام قلت لهم لا لا هو كده سموحه فعلا ليه بونت، السكور مش 7 بونت السكور 8 بونت سموحه. كان ساعتها دخلنا في الرابع في الكورتر الرابع تقريبا. يعني افهم من كلام حضرتك ان شهادتك وكلامك لترابيزه التحكيم هو اللي فصل الموضوع، لان هو ترابيزه التحكيم لقت انه هي مظبوطه في غلط، والغلط هم مش قادرين يحددوه فين، بس هم تمام، هم كده بقى عندهم سموحه بيشتكي والاهلي اوريدي قال ان انا يعني انت حضرتك لو ما كنتش قلت مثلا انا ما فيش نقطه زياده لا هو كان خلاص الترابيزه الحكام خلاص ما عندهاش اي حاجه تستند عليها غير الصحيفه اللي عندها السكور شيت اللي عنده، السكور شيت عنده بيقول ان سموحه جاب 44 بونت. لعلمك ممكن ربنا كرمك سبحانه وتعالى عشان حاجه زي كده طبعا ده اكيد. يعني ربنا كرمك عشان انت يعني عارف كان ممكن حد تاني، بس ده طبعا مش انت ومش والدك ومش وعامه ومش النادي الاهلي اللي يكسب او يحب يكسب بالطريقه دي، ولكن يمكن ربنا سبحانه وتعالى كافئك، او ده اختبار وده اختبار يعلم اي حد انه مش لازم ياخد حد حاجه مش حقه عشان يكسب. دي حقيقة. صحيح. وبرده كانت يعني جزء منها انا ما ارضاش ان انا اكسب بالطريقه دي. وما ارضاش ان يحصل معايا الموقف ده خطا بشري ممكن يحصل من اي حد، فما ارضاش ان انا اتظلم كده وانا عارف الحق في نفس الوقت. انا عندي ثقه ان انا لو كان السكور انا كان الحمد لله كنت في الملعب، عندي ثقه ان انا هرجع 8 9 كنت عندي ثقه في الولاد وكده ان احنا هنرجع يعني حتى كان فاضل 8 دقايق اعتقد او حاجه فالحمد لله وحصل يعني ربنا كرمك الحمد لله. طب موضوع تاني وعايز اخد راي عمرو فيه، تايم اوت الاخراني عشان عمرو برده كان موجود لاعب. حضرتك خدت البورد حكيت قلت يا جماعه هنلعب انسايد فبعد ما شرحت لهم 100% نلعب انسايد ده فرق باسكت صح ولا غلطان، تمام، يقوم محمد يعني طارق خيري ياخد الكوره ويروح مسمى يعني سمي الله كده ويروح ايه شايطها ايد ورجل من نص الملعب تيجي. بس قبل ما اسمع رايك عن ده خلينا نروح طبعا زي ما قلنا ابن الوز عوام، فما ينفعش ان تبقى موجود معانا النهارده وما يبقاش معانا الكابتن الكبير كبير قوي الكابتن اشرف توفيق. اهلا بيك يا كابتن اشرف. اهلا، منور شاشه قناه الاهلي يا كابتن اشرف. الله يخليك يا كابتن اشرف. الله يخليك. مبروك لمحمد ابن الوز عوامه يا كابتن اشرف. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الحمد لله رب العالمين بفضل من عند سبحانه وتعالى. كلمني بقى كاب يا كابتن، خلي الباسكت على جنب كده شويه معلش، يعني اكيد سعادتك ببطوله محمد النهارده تفوق سعادتك باي بطوله حضرتك خدتها. ما فيش كلام ربنا يعلم طبعا. انا نفسي بقى احسن مني، وعلى فكره هو ما شاء الله مدربين ثقافيين قوي وانا بتعلم كويس وان شاء الله ان شاء الله. وعلى فكره البطوله دي انت بتساله صعوبه صعوبه صعوبه، هو ما يعني ما اتكلمش عشان هو بينكر نفسه، لا البطوله دي صعبه جدا، حتى احسن لعيبه عند محمد طارق خيري غير مثلا 18 دقيقه 20 دقيقه. نعم. وده احسن لعيب يعني المفروض على الاقل يلعب 30. عنده كمان لعيب كويس قوي تقريبا مش يعني كان بره تقريبا. فكون ان هو كمان كمدرب يرجع من 11 في السن ده ويقدر يحافظ على تايم اوت وناقص 3 ثواني 6 من 10، كل ده تصرفات مدرب كبير، مشروع مدرب كويس.
طبعا شهادتي فيه مجروحه بس انا لا يا كابتن، دي شهاده طالعه من واحد من افضل مدربين مصر، فطبعا يعني بصرف النظر حضرتك والده، بس دي حقيقه ان هو محمد الحقيقه مشروع فعلا مدرب ناجح. انا سعيد بالسيناريو جدا هو كسب، لان ده زي ما بالظبط كده الولد ده من الانيس ده من اللعيبه الكويسه قوي وعامل ثقه في نفسه كده. انا سعيد ان المدرب يكسب بطوله بالصعوبه دي ويقدر يقلب الجيم ويقدر يعمل الكامباك ده، ربنا يوفقه. وعلى فكره الصوت بتاعت محمد خيري مش ايده رجله ولا حاجه، ده طلع شوترينج زيك كالعاده يا كابتن اشرف. ما بتفوتليش حاجه يا كابتن اشرف كده على طول، ما فيش حاجه تعدي كده. لا انا عارف الولد ده. لا هو شاطر طبعا، انا بهزر طبعا، بقول قصدي ان هي من بعيد، انا قصدي ان هي من بعيد يا كابتن، يعني كره من بعيد. ما فيش كلام، بس هو محمد هو اختار صح، هي المفروض تتلعب انسايد، علشان طبعا انت يعني راجل ياما عملت كده، الاضمن انت تاخد باسكت او كذا. انما هو الولد لما حط رجليه هو عنده يعني جينات البطل، فهو راى ان هو مش هيقدر يوصل فشاطها من بعيد شويه وعنده ثقه في نفسه. فالولد لعيب كويس، واخوه برضه كان عنده يعني مؤمن طبعا اكثر من جيم مع طارق خير كده، صح، مع احمد الجرح. نعم، هو اخوه الكبير اللي كان بيلعب معايا. مؤمن طارق خيري. طب كابتن اشرف، وحضرتك على الهوا معانا كده، نصيحه يعني كده بتحب دايما تقولها لمحمد، يعني غششنا كده من الكنترول، بتحب تقول لمحمد ايه دايما؟ اتعلم لغايه لما تبقى عندك 60 سنه و70 سنه. انا لغايه دلوقتي بتعلم، هو لازم يعني يفضل طول عمره ذاكر، طول عمره يبص على تصرفات المدربين اللي اكبر منه، وياخد الحاجات الحلوه ويعمل الحاجات الوحشه. وانا سعيد جدا بحبه للنادي الاهلي والمجموعه اللي هو موجود في النادي الاهلي، مع مجموعه الزمالك كده كلهم مع بعض. ما شاء الله، يعني في ارض ان هو يتنفس على 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 حته ان هو شغوف يتعلم، شغوف اسئله، على يسال على طول. على طب قول لي يا كابتن اشرف، برضه حضرتك بتتابع ماتشات محمد؟ يعني لو في ماتش على يوتيوب وحضرتك ما عندكش تمرين مع فرقتك قاعد في البيت، هل لو عندك وقت بتتابع ماتشاته وبتقعد تناقشه في تفاصيل الماتش ولا لا؟ انا للاسف الفتره الاخيره دي شويه كده يعني انشغلت جدا، ما فيش شغلت كده، لان كان السيتويشن وضع صعب. نعم، الحمد لله عدينا كده. انا لا الحقيقه، بس هو بنتكلم مع بعض على طول، انا كنت بكلم ابويا وهو برضه على طول معايا، ما بنتكلمش كل قعدتنا بس. طبعا هتتكلموا فيها يا كابتن، هتتكلموا فيها يا كابتن، يعني محمد اشرف توفيق قاعد مع كابتن اشرف توفيق، هيتكلموا طبعا باسكت طبعا. ربنا يخليك، ربنا يديك الصحه يا كابتن والله. لا طبعا، واتمنى لحضرتك كل التوفيق كابتن اشرف توفيق، طبعا احد ابرز لم يكن يعني القلائل على مدار التاريخ في كره السله.